يا ابني وحياتك يا ماما، انا فطرت كويس ولا انت كنت عايزه لي اشطب على كل اللي قدامي؟ ده انت عامله فطار يقضي 5 6 يا ماما. 5 6 حصرت قلبي عليك ويلي تربيته في البندر دي. بسلامته ابوك الحاج كل صباح يمسح زاره بفطار اكتر من دي. يا ولية اتقي الله، يا رجل ما تحتفي بولادك، تحط صفار لابوهم الحاج. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا باشمهندس. امال اخوك فين؟ بيلبس يا بابا. طيب خد الجواب ده تديه لعمتك حفيظه وتقول لها اخوك الحاج واخد على خاطره منك قوي. خلاص نسيت اهلك وبلدك، ما يفكش الشوق مره وتطل علينا وتقعدوا حداها انت واخوك. ده حنينة قوي يا ابني. والنبي بقول لك ايه، هي مش هترضى تعيش بعيد عنها ابدا. يا ماما انا ولا احب احبس حريه حد ولا حد يحبس حريتي. انا معاك يا سمير، بس برضو لازم تودوها. الواحد يا ابني في الغربه ما بيصدق يلاقي له صاحب، ودي عمتك لازم. ضروري طبعا يا بابا ضروري. ما يلا يا حسين يا ابني بتعمل ايه ده كله؟ ايوه يا سمير خلاص. مستعجل ليه يا ابني؟ ها؟ خلاص زهقت انت واخوك مننا جوان؟ يا ماما احنا عايزين نلحق القطر، ولا القطورات هنا بكيفنا؟ احنا هنا في الريف على كيفنا، مش زي البندر بالدقيقة والثانية. يا بابا ظروف الريف غير ظروف البندر. انتوا هنا في الريف بتعزقوا الأرض وتبدروا الحب وتسقوا وتستنوا المحصول لما يطلع، لكن في البندر المصانع والإنتاج المكن العدد كله شغال، كل حاجة محسوبة بالدقيقة وبالثانية. اديني جاهز يا سمير. صباح الخير يا بابا. اهلا صباح النور يا صباح. خدوا بالكم من بعض يا ضناي. حاضر. ايه ده يا ماما؟ ايه يا ابني، شويه قراقيش وعيش وحبه جبنه وحبه زيتون وحبه زب وشويه زفر. طيب عايزين نعرف اخباركم اول باول. ان شاء الله يا بابا. ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامه يا ضناي. مع السلامه. حسان. ايوه حفيظه. الله، يعني خارج لا سلام ولا كلام؟ ما انت عارفه الميعاد اللي ورايا. ايه مهم لك بقى ولا مهم لهم؟ إيه مهم لينا احنا اكتر يا حفيظه هانم. ده انت عارفه ان احنا بقالنا 3 أشهر بنصرف من اللحم الحي. والميعاد ده بقى الساعه كام؟ الساعه 8 كده. اه ودلوقتي الساعه 7، يعني فاضل ساعه على الميعاد. استنى بقى لما البس وانزل وياك 5 دقايق بس. وحضرتك رايحة فين إن شاء الله؟ رايحة أسلم على ولاد أخويا، من ساعة ما جم ما شفتهمش، مش ضربوا لك تليفون؟ ويا ستي هما ما يجوش ليه؟ هو الأصح مين اللي يروح للتاني؟ أنت يا حسان مش منبه عليا، أنا ما مسكتش حد يبات عندنا هنا في الشقة. وإيه دخل الزيارة بالبيات؟ هي الناس لما تروح تزور أهلها لازم تبات. افرض يا أخي إن أنا مسكت في واحد منهم وبات، مش حضرتك هتزعل؟ وانا مش عايزه ازعلك. 5 دقايق بس اكون عندك، حتى بص في الساعه. اتفضل. القهوه يا فندم. متشكر. العفو يا فندم. الا قول لي. ايوه يا فندم. هو السيد حسان ما جاش؟ لا يا فندم لسه ما جاش، بس بدام ادى لسيادتك ميعاد انه جاي يبقى لازم جاي. متشكر. يا
يا ست هانم. والله سونسون حيقفل الشركة بالضبة والمفتاح. سونسون حيروح الهزبة يقلع ويزرع بإيده. وأدي دقن إما كانت حتكون دي أخرتها. يا ست الساعة بقت 7:30. يا ست اشيلك المرايه معانا. لا ان شاء الله تعيش ولا تحرمش منك ابدا. المرايه في الشنطه. يلا يلا اتفضلي. يلا عشان ما نتاخر. اتفضلي اتفضلي. يلا يا اخوي. قول لي. ايوه يا فندم. انت تعرف السيد حسان كويس؟ عز المعرفه بيه، ده زبون هنا عندنا من زمان. طب وحياتك تدي له الكارت ده اول ما تشوفه. عناية. الساعه بقت 8:30. طيب طيب تر تر استنى شويه. خبر ايه؟ مساء الخير. اهلا. لا حستور ولا دستور كده. مساء الخير يا فندم. عمتي حفيظه هاني موجوده؟ نعم عمتك حفيظه هانم وعمتي انا كمان. واي حلوه قوي الحكايه دي. انا بقالي في البيت دي 5 سنين شغال، لا شفت ولا ريت ولا سمعت ان حفيظه هانم ليها اولاد اخ ولا اخ حتى كمان. يعني احنا بنكذب عليك؟ لا سمح الله نيفر ماين. هالبت يعني يجوز حفيظه تانيه غير حفيظتنا. هتمن شباني اليومين دول بيعملوا حركات كركديه كده ها ايه زي بتوع سيما. مساء الخير. مساء النور. ازاي الحال؟ اظن لو جوز عمتكم زي ما انتوا بتقولوا كده كان قال لكم اتفضلوا. الله ما تتفضلوا يا اولاد. حسين يا سمير اتفضلوا يا ابني. عمتكم راحت لكم وخربت بيتي. سمعت يا غبي. ازيك يا عمي وازاي صحتك؟ اهلا يا ابني. ما تاخذونيش يا ابني، قعدت تلح علي عشان اخدها وصلها لعندكم عشان تسلم عليكم، وكان عندي ميعاد مهم واخرتني، ضيعت عليها شغله ب 3000 جنيه. احنا متاسفين قوي يا عمي. انتوا ذنبكم ايه يا ابني؟ يا صالح. نعم. ما تشوف الولاد يشربوا حاجه. انا كبست. تشربوا ايه؟ انا اشرب شاي. هادر. وانت اشرب من دمك. كوبايه ولا فنجان؟ فنجان كوبايه كله ماشي. حاضر. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عمي. طب متهيألي نقوم احنا نروح اللوكان ده احسن تكون عمتنا مستنيانا هناك. اي أيوة والله صحيح. عن اذنك بقى يا عمي. الله والشاي يا ابني. يلا بينا. مره ثانيه يا عمي بعد اذنك. طيب يا ابني. مع السلام عليكم. مع السلامه يا ابني. وانت مالك يا باب؟ غريبة قوي ان واحدة تقف تستنى الاتوبيس. اتوبيس؟ انا بقى من الصبح بقى بلف حواليكي عايز اسألك مستنية ايه؟ لكن مكسوف. ليه؟ هتفضلي كده للصبح. عشان ايه؟ مفيش اتوبيس بيمر من هنا. يا دي الخيبة. ازاي ده؟ مشيت امتى؟ قبل ما توصلوا لوكان ده؟ ده انا نسيت. دي كانت مستنياني عشان اروح لها. هي السبب. هي السبب. بدي
حلوه قوي الحكايه دي. اللي يطلب الشاي يمشي واشرب انا الشاي، واللي يطلب القهوه يمشي واشرب انا القهوه. يلا كله ماشي. س س س س ايوه تركي نلسي النيتان يابا يابا اي مرسوسي. ما تستنى خلينا نتكيف. ايه دي؟ طيب س س س س انت بتشرب قهوه؟ اه مظبوط يا استاني. اعمل ايه؟ حسان بيه طلب القهوه ومشي، قلت اشربها انا افيد. اللي شفته انا محدش شافه ابدا. بقى انا تعمل فيا المقلب ده يا حسان؟ طول بالك علي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. كشف الموظفين اللي طلبته سيادتك. ابراهيم غايب برضو. واخد اذن يا فندم. وأسامة وعلي وحسين متأخرين ليه دول؟ المواصلات بقى يا فندم. المواصلات دي فوضى، ما ينفعش. العيان واللي تأخر نص ساعة واللي عاوز يروح للدكتور واللي هنا واللي هنا، اندههم لي من فضلك. حاضر. سيبهولي عشان أكتب جزات. حاضر. ألو مين يا فندم؟ ممدوح. ازيك؟ الحمد لله على السلام. ايه سلامتك دكتور؟ ايه؟ الست عايز تعمل تحاليل. والله عاد لما في دكاتره تفتح بعد الظهر. يعني كل واحد لما ياخد الست بتاعته تعمل تحاليل ولا يكشف عليها ما كنت تعبانه في وقت العمل، ما نقفل ونروح احسن. اسف يا استاذ، اسف. مع السلامه. صباح الخير يا ست المدير. الساعة كام؟ الساعة 12 يا فندم. بيقولوا صباح الخير الساعة 12. أنت جيت الساعة كام؟ الساعة 8:30 يا فندم. والميعاد الساعة كام؟ الساعة 8 يا فندم. أصل والله المواصلات النهاردة طلعت روحي. سيادتك كنت واقف على محطة الأتوبيس الساعة كام؟ الساعة 7:30 يا فندم. 7:30. أي يا فندم. هي مشكلة المواصلات دي جديدة علينا؟ ليه ما توقفش على محطة الأتوبيس من الساعة 7، الساعة 6:30، الساعة 6؟ حسين فريد شديد خصم 10 أيام. 10 أيام يا فندم؟ أيوة. المرة الجاية هيبقوا 20 يوم، التالتة هيبقوا 30 يوم، ومع السلامة. يظهر إن عمتك وجوز عمتك ما ادوكش فكرة كويسة عني. اسمع، لو عمتك ولا جوز عمتك فتحوني في الموضوع ده، الشركة هتقول لك مع السلامة. حاضر. اللي يتهاون في عمله ولا في مواعيده ملوش غير كده. تلات آلاف جنيه. سونسون استناني لما توصلني لولاد اخويا. سونسون 5 دقايق. سونسون بص في الساعة. لما الخمس دقايق بقوا ساعة وراحوا ال3000 جنيه. 3000 جنيه واحنا بقالنا شهر ما شفناش جنيه. يا اخويا خاف على روح. ده انت صاحب عايل. ال3000 جنيه دول هيعملوا لك ايه لو قدر الله؟ ما هو لو قدر الله تبقى رحمة، لكن اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. معلش حقك عليا، انا غلطانه. ايه من قرب ذنبه غفر الله له. اضحك بقى، بكره ربنا يعوض عليك اكتر منه. اضحك بقى. الله. امبارح انت كنت انت وسمير في السينما؟ ايوه فندم. انا شفتك كنت واقف عند شباك تذاكر الساعة 6 والسينما بتشتغل 6:30، مظبوط؟ أيوة فندم. يا المواصلات ما عصلجتش معاك؟ ما تعبتكش؟ لا يا فندم، أصل إحنا نزلنا من البيت بقى الساعة 5. عال؟ عال قوي. يعني علشان السينما تنزل قبل ميعادها بساعة ونص.
وعلشان شغلك تنزل قبل الميعاد بنص ساعة، والنهاردة جاي متأخر ساعة إلا ربع. 20 يوم فاضل التالتة ومع السلامة. حاجة غريبة، ازاي اللي ما يهتمش بعمله ومواعيد عمله يستحل الأجر بتاعه؟ ازاي؟ ايوه يا سي السيد. لا يا اخويا، سي حسان مش موجود، يلزم خدمة. ايوه، لما يجي اقول له ايه في ميعاد مهم في الشركة. الساعة كام؟ الساعة 7. حاضر، لما يجي اقول له. لا، ازاي بقى ما يجيش؟ لا لا لا، انت ازاي؟ هو انا ما حرمتش؟ ده يا حبة عيني ماشي على شعرك. طيب، مع السلامة. ازيك يا عمتي؟ اهلا يا حبيبي. اهلا يا نور عيني. وحشاني قوي يا عمتي. ان شاء الله يخليك يا اخويا. امال اخوك ما جاش وياك ليه؟ والله ما انا عارف هو فين يا عمتي. ايه؟ ده بيخرج الصبح ما يجيش غير في نص الليل. يا حبيبي، طب تعالى اقعد جنبي. لا لا لا، استني يا عمتي. ايه؟ ايه رايك في الشبكة دي؟ يا حلاوتها، يا صلاة النبي، ايه انت هتخطب يا سمارة؟ وسيادتك اللي تقدمي لي الشبكة بنفسك، مش ولية امري في مصر؟ ان شاء الله ما تحرمش منك ابدا. طب استنى بقى عليا لما البس واجيلك حالا. يلا يا عم. 5 دقايق بس، حتى بص في الساعة. ايوه، الساعة كام؟ بعد نص ساعة؟ طيب انا هستناكم بقى عند محطة كوبري الليمون. هو مبروك مقدما ان شاء الله. يا سي حسان. نعم. قبل ما انسى، سي السيد ضرب لك تليفون وبيقول الحاج خليل هيفوت عليك في الشركة. الساعة كام؟ الساعة كام يا حفيظة؟ الساعة 8. اوعى تتأخر. اديني ايه قلت لك وخلصت ذمتي. لحظة، انت قول لي ان انا بنسى. برافو عليك اللي قلتيه. الحاج خليل. الله، دي 8:45 دلوقتي، قدامي 20 دقيقة ما الحق بقى. ربنا معاك. الله يبارك فيك. الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك. الف مبروك. لا مؤاخذه، كنت عايز اقعد معاكم وافرح معاكم، لكن عندي ميعاد مهم قوي في الشركه وعلى وش العروسه الاموره الحلوه دي. مبروك. مع السلامه. الله يبارك فيك. اهلا يا عم. اهلا يا ابني. متهيألي احنا ممكن نحدد ميعاد كتب الكتاب. والله يا ابني ده شيء يرجع لك انت، ان كان علينا احنا جاهزين. احنا جهزنا لها كل حاجه، والزياده اللي على مزاجها جهزتها بعد ما توظفت، واحنا كمان جاهزين مما جميعه، يعني نقدر نخلص الحكايه دي بعد 3 شهور. لا 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 يا عمتي، 3 شهور ايه؟ ايه اذا كان بيقول لك هي جاهزه وانا كمان جاهز. وانا راخر شقتي جاهزه وهم شقتهم جاهزه. يعني ممكن ندخل في اي شقه فيهم. طيب يعني متهيألي كفايه شهر واحد. خلاص يا ابني، على خيرة الله. ربنا يتمم بخير. يا سعادة البيه، أي أخزيمة، هتروح فين بس السعادة دي؟ مش شغلة، هتيجي ورايا وبس. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه الحكاية يا شر شطار؟ ما هو لا يمكن حيشطر. الله، ضيعت علي 2000 جنيه، سقيتيني كوباية شربات ب2000 جنيه. عشان ايه؟ انا مش فاهمه حاجه ابدا. ايه الحكايه؟ ما تقول لي ايه الحكايه. الحكايه ان الميعاد كان الساعه 7 مش الساعه 8 يا ست هانم. ايوه، ده انا نسيت. قطيعه، معلش يا اخويا، اصل الدوشه اللي كنت فيها نسيتني كل حاجه. معلش معلش يا اخويا. من فضلك. الله،
احنا ما بقناش عيشه مع بعض خلاص. تعالى بس وقف تعالى. تعالى حقك عليا انا غلطانه من قرب ذنبه غفر الله له ودي راسك اهو. بس اضحك بقى يا اخويا اضحك. انت مالك يا بارد؟ هو انا بقول لك انت يا حسين؟ اتمنى لك حظ سعيد في شركه تانية. يعني مفيش فايده يا استاذ فؤاد؟ ده قرار مجلس الاداره مش قراري لوحدي يا فندم. ده فرح اخويا بعد كام يوم. لو كنت اعرف ان مجلس الاداره هيسامحك عشان فرح اخوك ما كنتش تاخرت ان انا اعرض. اتفضل. حضرته حماتي تبقى عمته، يعني قريبي، عشان كده نفذت معاه كل اللوائح بتاع الشركه مظبوط عشان كل موظف يعتبر. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. السيد حسان عبدو حسان، سأصل الساعة 5 بعد الظهر بعد باكر، انتظرني في المطار، الصفقة مهمة جدا، الإمضة اسماعيل. ايوه لا المرة دي بقى مش هنسى ابدا. هو انا ما حرمتش ابدا. حفيظة اوعي تقصري رقبتي. لا هقول له اول ما يجي هقول له على طول. ايوه لا ده انا هقول له على طول يا ندامة. ده ماشي يا حسرة قلبي بيكلم نفسه. ها دولة، هو الميعاد مش الساعة 6؟ ايوه بس دلوقتي الساعة 5. ويا ترى ميرفت جت من عند الكوافير ولا لسه؟ في اوضتها بتتزوق وهتلبس فستانها. يا سلام، ايام بتجري بسرعة. فاكرة يا دولة من 25 سنة؟ من 20 سنة بس، أنت عايز تعجزنا ولا إيه؟ يا عمتي يلا يا عمتي، إحنا تأخرنا قوي. البركة فيك يا عمتي، هم يجوا على مهلهم. محمد جه؟ طبعا ما جاش يا عمتي، يبقى يجي معاهم. 5 دقايق بس يا حبيبي، اسمع انت قلقان ليه؟ ضروري مستنيين لي مسألة جواز، ما تخافش، 5 دقايق بس هكون جاهزة، حتى بص في الساعة. شوف مين؟ شوف. طيب. اهلا وسهلا. مساء الخير. فضلوا. الف مبروك، لو كنت اعرف ازغرك كنت زغرك. زغرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. الحكايه نكون شغلتنا في الشقه، امال فين الفرح؟ ايه؟ هي الشقه يا ست. هي؟ امال انتوا ايه عاملين كده ليه؟ حصل حاجه لا سمح الله؟ انتوا اجلتوا الفرح. اجلنا الفرح ولا سيادتك اللي اخرت الفرح؟ انا اخرت الفرح ليه يا اخويا؟ ليه؟ الساعه 11 يا ست هانم، عمرك سمحت عم مأذون ينتظر 5 ساعات؟ وايه ده يا اختي؟ هو ده بقى اللي مزعلك قوي؟ طبعا. انا اسف جدا يا عمي، الحقيقه عمتي كانت مصممه ان بابا وماما يجوا معانا كده. طيب يا سيدي، خلي عمتك بقى تنفعك وتشوف لك عروسه تانية. اتفضل، ادي شبكتك اهي وفيها الدبله كمان. الله الله الله، مش كده يا رأفت بيه؟ ايه الحكايه؟ هم برضه ولاد الاصول يعملوا كده يا اختي؟ الله، ده احنا الدوخه اللي دوخناها ما حدش شاف زيها. الله، هم اللي احنا جايين يعني لحد هنا ليه؟ مش عشان الجواز والفرح؟ يعني غلطنا ان احنا بنعمل بالواجب وبالاصول يا اختي؟ ونبقى نقول للناس إن الست عمة العريس عملت بالأصول وجات الساعة 11 بدل الساعة 6، ولا كنا نربط المأذون بحبل؟ مساء الخير، ألف مبروك يا أخوي، ألف مبروك. أنا متأسف يا أخويا اللي ما قدرتش أجي الفرح، أصل يا سيدي جوز بنت عمتك رفدني من الشركة. سلام عليكم. أهلاً وسهلاً. أهلاً ورحمة الله وبركاته. يا ست هاني. نعم. يا ستي أنت يعني ليه ما بتقدريش تعبي؟
هو ايه ده يا اختي ده؟ هو انت هو انا قاعده للسقطه واللقطه؟ انت كل شويه تتخانق ويا يا حسان. يا ستي انا شغلي في السوق بالمواعيد. ايه؟ انت ليه حرام عليك ليه ما بتقدريش حكايه المواعيد دي واللي بينتج عنها؟ ايه حصل ايه؟ ما دام بتنسي ابخ لما حد يطلبني ولا حد يبعت لي ورقه بيندهي صالح علشان يكتب ولا بتاع ولا حاجه زي كده. ليه؟ تستلمي تلغراف ما تجيبليش سيرته. يا دي الخيبه. ايه عارفة بقى ايه النتيجة؟ ايه خسارة 7-8000 جنيه. اهو المرة دي بقى بيتي خرب بجد كده. طيب قولنا ان انا خربت بيتك وانا بقى اللي رفضت حسين من شغله وانا اللي خليت اخويا ومرات اخويا ما يحضروش الفرح بتاع ابنهم. الله ما انت اللي حكمتي رأيك يا عمتي ما كانش هيجرى اي حاجة. نعم يا اخويا يعني الغلط كله نزل على نفوخي. معلش انا استاهل اللي يجرالي علشان انا واللي زيي اللي ما بنحترمش المواعيد نقوم نتعلم. ايوه توبه اذا كنت بهتمش للمواعيد وما عملتش حسابها تاني. توبه يا اخواتي توبه.